صباح الخير جميعا. انا مش شايف حاجه اساسا. كل سنه وانتم طيبين. اسمعوا لنا من هنا من جمهوريه مصر العربيه من القاهره بمناسبه الاحتفال باليوم العالمي للمترولوجيا، ان احنا نوجه شكر لرئيس منظمه المترولوجيا العالميه للكلمه اللي القاها، وهي كلمه حقيقه متميزه في كل ابعاد. وده كنا بنحتفل النهارده باليوم العالمي للمترولوجيا تحت عنوان القياسات تدعم النظام الغذائي العالمي. مركزين. القياسات تدعم النظام الغذائي العالمي. إذا لازم نبقى عارفين إيه التحديات التي تواجه نظام الغذاء العالمي. عشان تدعم الاتفاقات بتدعم إيه؟ تحديات النهارده اللي بتواجه نظام الغذاء العالمي وبالذات في الاربع سنين الماضيه، سواء منذ بدايه جائحه كورونا الى مشكله التعافي من جائحه كورونا، ثم الحرب الروسيه الاوكرانيه، ثم النزاعات والصراعات اللي من حوالينا وفي كل انحاء العالم، كل ده أدى إلى اضطرابات كثيرة جدا في الإتاحة. ساعة ما الحرب الروسية الأوكرانية حصلت، كل المحاصيل اللي جاية من روسيا وأوكرانيا لمدة أكثر، لن أبالغ، أكثر من 3 أسابيع ممكن تقولوا مفيش نفس، وهم يمثلوا أكثر من 30% من يمثلوا حوالي 30% من المتاح من الحبوب، وأكثر من 30% من زيت عباد الشمس. فتخيلوا إذا الكمية المعروضة في السوق ساعتها قلت، بالإضافة إلى اضطرابات في اللوجستيات، وإحنا نفسنا علينا من 5 مراكب فضلت قاعدة في الموانئ الأوكرانية. فتخيلوا إذا الكمية المعروضة في السوق ساعتها قلت، بالإضافة إلى اضطرابات في اللوجستيات، وإحنا نفسنا علينا من 5 مراكب فضلت قاعدة في الموانئ الأوكرانية عندما قامت الحرب. عندما الحمد لله بعد كده اتحركنا، انما انا بتكلم على حاله واضحه. فاذا هناك قله معروض، هناك اضطراب في سلاسل الامداد، هناك تامين اغلى مما كان عليه لسبب هناك مخاطرات. فاذا تكلفه الشحن وكل ده ارتفع. ادى ذلك الى ايه؟ الى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية، ومن ثم المنتجات المترتبة عليها. وكان أخطر ارتفاع في السلع الأساسية هو سلع البترول. وأول ما البترول يغلى، السكر يغلى، كل حاجة بتغلى. تمام، مش هتغلى كل حاجة. أول ما البترول يغلى إيه اللي بيغلى؟ آه. فدي جزء كبير منه بتحول لإيثانول كطاقة، والزيت يغلى لسبب جزء منه بيتحول لبايو ديزل. لو كلمه بجد. وبالتالي بقى في أزمة حقيقية في ما نسميه الفود سيكيورتي أكروس ذا وورلد، الأمن الغذائي في العالم. وأصبحت كلمة الأمن الغذائي دي أول بند في أول أجندة لأي حكومة في العالم. وخلال السنتين الماضيين أنا حضرت المؤتمر أو الدولي اللي عملته ألمانيا في برلين، وكان في 140 دولة حاضرة تحت عنوان
فود سيكيورتي، الامن الغذائي. ولسه راجع من ايطاليا من يومين ثلاثه، العنوان الرئيسي في كل المحادثات الامن الغذائي. واذا كان هناك هزه عالميه حصلت، لا انا هطول عليكم شويه، هي حصلت في مفهوم العولمه.